حياكم الله. رغم القصف ورغم الدمار اللي عم تتعرض له منطقة إدلب من قبل الطائرات الحربية الروسية، إلا أن الناس اليوم مستمرة بحياتها ونزلت للأسواق بوقفة عيد الأضحى المبارك حتى تشتري وتجهز أغراضها للعيد. رافقونا بهي الجولة حتى نورجيكم كيف كانت اليوم الأجواء بمدينة إدلب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله صلنا معكم متابعينا الكرام لنهاية هذه التغطية. مثل ما شفنا اليوم أجواء الأسواق بمدينة إدلب رغم ظروف الحرب اللي عم تعيشها المنطقة من قصف الطائرات الحربية الروسية اللي من خلالها عم تسعى روسيا لخلق حالة عدم استقرار بالمنطقة، لأنه الأهالي اليوم عم يحيوا شعارهم الإسلامية وعم يمارسوا عاداتهم وتقاليدهم من خلال هاي الأيام المباركة. راديو الثورة شامل الحمصي، مدينة إدلب، كل عام وأنتم بخير.